أعلن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم المنخرط في صفوف ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة فصل 5 من أعضائه، من ضمنهم قياديون، بسبب ارتكابهم مخالفات كبيرة مخل بقوانين الحزب الداخلية. وقال الحزب الذي تقوده وزيرة التجارة والصناعة في الحكومة الحالية نعمت مكناس إن القرار الذي صدر في اجتماع عقده المكتب السياسي للحزب صباح اليوم الخميس شمل قياديين في الحزب بولاية غورغولا. وشمل القرار بحسب بيان صادر عن الحزب كل من المنسق الفرعي في كيهيدي أبو بكر السيسي، وعضو فرع كيهيدي طنجة عبد الله، والمناضلين عثمان لي والشيخ ويلم محمد وخديجته جاكيتي. وبرر الحزب قرار الطرد بما قال إنه انتهاجهم تصرفات مخيلة بأنظمة الحزب وتهديد تماسكه وفق نص البيان.